الراديو 90 90 هواها مصري. تيجي نعمل لك امتحان في اللهجة بتاعتنا؟ يلا. طيب يلا هسألك عن كام كلمة كده، بس امتحان سهل، 3-4 كلمات. أوكي. يعني ايه انا قافش منك؟ يعني انا زعلان منك ومش عايز اكلمك. لا واعملها لي بايموشن كده. لا ده انا هنزلها. طيب يعني ايه انزل من على وديني؟ يعني حل عن حلو. لا خلاص خليها حل عني بس، مش هيك. طيب امتى تقول لحد انت على وضعك؟ صعبه دي صح؟ انت على وضعك يعني زي ما انت، او انت زي الفل كده. اه. طيب اخبار قصف الجبهات ايه؟ عندكم برضو في لبنان ولا عندنا؟ قصف الجبهات يعني واحد لئيم يعني الرد بتاعه سريع. اه. واي حد بيتكلم الجواب كده تحت، يعني جه اداله حاجه قويه. يعني طيب يعني ايه احنا انت عمال تهري؟ يعني انت بترغي وبتقول حاجه كلام ملوش يا جماعه. ده معانا يا جماعه، انت تعالوا معانا. الاختبار الاختبار خلص بسرعه. اقول لك حاجه، انا بحب مصر جدا. انا بجد انسي انه انا بتكلم دلوقتي على الراديو. انا جدا بحب مصر، وانا اخدت بيت فيها بس مش قاعد دايما، فبنزل وبطلع. فانا بحب مصر بقالي من 93 وانا باجي على مصر. احنا مستنيين اعمال كتيره بقى الفتره اللي جايه. يا رب.